المشروع يوفر العناية الصحية لأكثر من 20,000 معاق. بهذه الكلمات بدأ وضع حجر الأساس لمركز التأهيل الحركي اليوم في محافظة صعدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسيكون المستفيد من هذا المشروع حسب كلمة رئيس البعثة في اليمن ما يقارب 20,000 معاق حركيا، وسيتم الانتهاء من التأهيل للمبنى في نهاية 2016. وضعنا حجر الأساس لمركز تأهيل حركي في صعدة. مركز التأهيل الحركي راح يوفر خدمات شاملة ومتكاملة لكل الأشخاص المعوقين أو اللي عندهم بتر بالساق أو بالذراع. نحن اليوم هي كانت الخطوة الأولى بهذا المشروع. المشروع راح يستفيد منه تقريبا حسب الأرقام المرجحة عنا حاليا حوالي 20,000 شخص داخل صعدة وبالمحافظات المجاورة. ما يعمله أبناء المحافظة وخاصة المعاقين من أبنائها هو سرعة إنجاز هذا المشروع للحصول على الفائدة منه، فالمحافظة تحتاج إلى الرعاية وخاصة أبناءها المعاقين. نطالب بمشروع هذا ذي يقيم به الصليب الأحمر. المعاقون حركيا في المحافظة يعانون من عدم تأهيلهم وإنما اعتمادا على ذواتهم، إلا أنهم يأملون سرعة تنفيذ هذا المشروع لتلبية مطالبهم وتنفيذ احتياجاتهم. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.